بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك. طبعا نحن محاضرتنا اليوم موضوع معروف جدا عند الأطباء بشكل عام، طلاب الطب، الأطباء العامين، أطباء الأسرة وأطباء الداخلية وأطباء القلبية. بيشترك فيه مجموعة من الأطباء اللي بيشاركوا بالمانجمنت. التحدي عن طبيب الأسرة إنه يمكن يكون مثل ما قلنا قنديل المرة الماضية هو الخط الأول، سواء كان ارتفاع ضغط مزمن عادي، سواء كان الآثار الجانبية للأدوية، سواء كان الضغط غير منضبط، سواء كان حاد، سواء كان مشترك مع أمراض أخرى. التحدي الأخير والمهم إنه الطبيب الأسرة لازم دائما يكون أبديت، يعني دائما محدث معلوماته، لأنه نحن شهدنا خلال 10 سنوات الماضية تغيرات جذرية حتى في خيارات الأدوية، ومثلا تقدم الدواء وتراجع دواء على أهميته. فهذا هو الحقيقة أنا بحسه التحدي الأكبر لطبيب الأسرة، أنه هو لازم يعمل أبديت دائما، ورغم سعة الأمور، اتساع الأمور أو المواضيع اللي هو بيتعامل معها. فإن شاء الله اليوم حنشوف الأبديت. هذا الجايدلاين هو 2017 طبعا، والأسينشيال نحن بنعرف طلع 2020 2021، ولكن معظم كتاب الفاميلي ميديسن اللي بين ايدينا، معظم الجايدلاين اللي اعتمد عليها هو 2000 قبل 2020، لانه 2020 طبعا كانت الكورونا وكثير نتائج من الدراسات والجايدلاين توقفت. انا بحب لكم انه ارتفاع ضغط الدم في له عده جهات تشتغل على الجايدلاين تبعه. طبعا هي انا احنا انا اعتمدتها، هي الامريكان تقريبا معتمدين عليها بالاسينشال. في عنا النايس جايدلاين اللي هني بيعتمدوا عليها البريطانيين، في عنا اليوروبيان جايدلاين اللي هي الأوروبية، وفي عنا الجي ان سي، أظن جي ان سي كمان أمريكية ولكن مختلفة عن الأمريكان هارت أسوسيشن، بيلتقوا في بعض الأحيان. أنا ما حأدخل بالتفاصيل، قلت كل جايدلاين. أتمنى إحنا بالنسبة لنا إحنا كعالم عربي أو في مثلاً آسيا، شرق آسيا عفواً، منطقتنا يعني العربية، إنه يكون عنا جايدلاين، لأنه إحنا بنلاحظ لما بتلاحظوا التوصيات المختلفة طبعاً بين كل مؤسسة علمية، طبعاً حسب تأخذ هي في النهاية بتأخذ دراسات متعددة، ولكن دائماً بتلجأ للطب الأفضل لشعبها، يعني الأفضل لمواصفات الجغرافية والعرقية الموجودة بشعبها، وطبعاً عموم العالم. فنحن بتمنى كمان يكون عندنا دراسات يمكن يطلع معنا شيء آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتفاع ضغط الدم، طبعا اول شيء نحن بدنا نعرف شو معنات كلمه ضغط الدم. نحن عم نقول ارتفع او هبط. طبعا تذكره بسيطه، يعني بعتذر منكم انا مضطره اخذ شوي هيك بسرعه اشياء بسيطه بس مشان نتذكرها ونحطها في مؤخره في الباك تبعنا، باك جراوند. الضغط هو الضغط الدم هو الضغط الذي يطبق من الدم باتجاه جدران الاوعيه الدمويه، هذا ما يسمى ضغط الدم. لذلك هو قد يرتفع وقد ينخفض لأسباب متعددة. هلأ، ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع الضغط الانقباضي أو الانبساطي أو كليهما معا عن الحد الطبيعي. طبعا بالإنجليش نحن نعرف أنه سيستوليك انقباضي، دايستوليك انبساطي. هون في عنا طبعا هاي الجايدلاين أنا حكيت عنها، حاطين حد. إذا أنتوا بتروحوا بتشوفوا الأوروبيين، الأوروبيين ما عندهم تقريبا من 140، يعني ما عندهم هن الإليفيتد، ما عندهم إليفيتد، عندهم من 130 ل 139 بيعتبروا بداية ارتفاع ضغط الدم، 140 بيعتبروا مرتفع. برضو أنا ما حأدخلكم بالتفاصيل، لكن أنا عم بلفت نظركم عشان تعرفوا أنه في عدة مراجع وعدة جايدلاين. طبعا بالنسبة لهي الجايدلاين طبعا معتبرين أنه النورمال، حتى نقول هذا الشخص ضغطه طبيعي، لازم يكون تحت 120، السيستوليك والدايستوليك تحت 80. مجرد طلع شوي فوق، تخيلوا بين 120 و 129 بنسميه elevated، يعني ابتدا في الارتفاع. مثل ما بتتذكروا احنا سمينا السكر بري دايابتيك، يعني وكانه هذا الحين بري هايبرتنسيف، يعني من قبل ارتفاع ضغط الدم. طبعا هذا بيفيدنا لحتى نلفت نظر المريض، ما نقول له انت نورمال يعني. بعدين مقسمين ارتفاع ضغط الدم الى تو ستيجز، مرحلتين. المرحلة الأولى 130 ل 139، السيستوليك والدايستوليك 80 ل 89. ستيج 2 السيستوليك أكثر من 140 والدايستوليك أكثر من 90 أو يساوي، أكثر أو يساوي.
فنحن هون هذا بهمنا الموضوع حتى نعرف نحن وين. حتى أنا شو بدي أقوله للمريض؟ أنا عندي ضغط يا دكتور، فبدنا نقيس الضغط أولاً، بدنا نحصل على رقم ثانياً، بدنا نشخص ثالثاً. هلأ نحن حطينا الحد عند التشخيص، حدود التشخيص العتبي. طيب بدنا نقيس الضغط، هلأ بقى ننتقل لموضوع قياس الضغط. هل نقيس الضغط في العيادي مثل ما قلنا بزمانه نايس جايد لاين القديمي والحتى الامريكان انه لازم قراءتين متباعدات او ثلاث قراءات متباعدات او 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 هلا بنشوف في تحديث بهاي الجايد لاين وفي عده جايد لاينات طبعا. هون في عندنا في العياده الكلينيك وعندنا الهوم بلاد بريشر مونيتورينج الجدول الثاني وعندنا الدي تايم والنايت تايم و24 اور الامبيولاتوري يعني بيحطوا له للمريض الكلينيك ان احنا نجيب المريض ونقيسه عندنا بالعياده الهوم ان يكون هو عنده جهاز عادي ويقيس الضغط ويسجل في الامبيولاتوري اللي هو بيحطه جهاز قياس تقريبا شبه عم بيتابع هو الجهاز عم بيتابع المريض فمشان هيك الجهاز بيسجل في النهار وبيسجل في الليل وفي عندنا اجهزه بيحملها المريض 24 ساعه نحط يعني معه على ايده تقريبا فبيطلع لنا 24 اور يعني 24 ساعه كيف كان المتوسط بيطلع لنا اياهم فهون عم بيقول انه هذه هي الـ 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 الارقام يعني اذا بدك تقارب رقم مع رقم هيك تقريبا يعني لما بيكون المريض عندك يا في العياده 120 على 80 فبالهوم كمان تقريبا بيكون 120 على 80 الدي تايم بيكون 120 على 80 النايت تايم في الليل بينزل الضغط نحن بنلاحظ وبنعرف طبعا نحن كلياتنا ليش 24 ساعه متوسط حيطلع 115 فبتلاحظوا اخر سطرين ان او هون طبعا 120 هون معناته ليش بدا ب 120 لانه مثل ما قلنا هذا احنا بنسميه elevated من 120 ل 130 130 صار ستيج 1 140 ستيج 2 بعدين صار اكثر من 160 على 100 وهذا طبعا يعتبر مرتفع جدا هلا نحن اذا بدنا نقول المريض هذا امامنا بدنا نفكر هل هو متعرض لارتفاع ضغط الدم ولا لا هل هو عنده خطوره عوامل خطوره ولا لا طبعا اهم عوامل خطوره وبيعتبروه انه عمر مهم هو العمر نعرف كلما تقدم الانسان بالعمر زادت نسبه اصابته بارتفاع ضغط الدم بيقولوا غالبا الرجال في الخمسينات تصاب بارتفاع ضغط الدم والنساء بالستينات تصاب بارتفاع ضغط الدم وطبعا النساء بيعزوا موضوع الهرمونات طبعا بعد المنوبوز يعني بعد انقطاع الدوره بتبدا الاثر بتصير تقريبا هي والرجل متساوي مثل تقريبا مشاكل القلب الى اخره طبعا الداء السكري مريض السكري نحن بتعرفوا انه نحن من ضمن السكريننج اللي بنعمله كل زياره لمريض السكري هو ارتفاع ضغط الدم النشاط الحركي اذا كان هذا الانسان عمله حياته فيه حركة أو هي السيدة يعني فيها جلوس وفيها سكون وركون ما فيها حركة كمان إذا ما كان بيتحرك هو هذا بيأهبه أكثر ليرتفع ضغطه البداني طبعا إذا كان المريض لديه مرض اللي هو السليب أبنيا اللي هو انقطاع النفس أثناء النوم كمان ممكن كتير يصير عنده ارتفاع ضغط الدم هو معرض حقيقة إذا كان يتناول الكحول إذا كان مدخن إذا كان له عرق خاص أو إثنية معينة بالذات المرضى البشرة السمراء أكثر ناس معرضين لارتفاع ضغط الدم ولقوا أنه هذا الموضوع غالبا في بعض الدراسات له علاقة بالإنجيوتنسين رينين النسبة عندهم الإفراز عندهم وإلى آخره طبعا هلا أنا عندي إنسان معرض لارتفاع ضغط الدم فهل يا ترى هذول الناس المعرضين بده يصير عندهم أعراض يعني أنا هل سأنتظر المريض حتى يصير عنده عرض لحتى أقول إنه هذا عنده ارتفاع ضغط الدم وأبدأ بالكشف بفحصه وقياس الضغط وإلى آخره عادة قسم كبير كتير من مرضى ارتفاع ضغط الدم بيكون ما في عندهم أعراض إذا ارتفاع ضغط الدم لا عرضه في معظم الحالات أو قد يشكو المريض من صداع متكرر أو متواصل طبعا كون الصداع له عدد كبير من الأسباب وكون الصداع بالذات نحن عندنا في مرضانا في دولنا يعني موجود له اسباب اصلا كثيره فممكن يتاخر كثير تشخيص ارتفاع ضغط الدم لكن بنفس الوقت ممكن تكون في اعراض
لكن غالبا هاي الاعراض بتكون بتشير الى سيفير، يعني ارتفاع شديد في ضغط الدم مثلا. بنلاقي عندنا في عندنا سيفير هيدك، صداع شديد، في عندنا رعاف او نزيف من الانف، تعب عام او حتى اضطراب يعني بالوعي، اضطرابات في الرؤيه، ممكن ايضا يسبب لنا التشست بين، هو الم في الصدر، صعوبه في التنفس، اضطراب في دقات القلب، ممكن يصير في دم في البول بسبب كمان تاثر الكليه، ممكن نسميها تارجت اورجان دامج، باوندينج ان يور يعني بال يور تشست او هيز تشست، يعني بحس بالصدر كانه في ضرب. يعني دائما في مرضى بيجوا الحقيقه بيعبروا عن ارتفاع ضغط الدم انه كانه في زي بامب او مضخه في القلب عم تضرب او تطرق، او سواء في الرقبه طبعا بسبب السباتي، بسبب الابهر السباتي، او بيسمعوا في طنين او ضرب في الاذنين. فهاي الامور لازم تلفت نظرنا للمريض. طبعا القصه لازم احنا كثير نركز عليها. طبعا بالقصة بناخذ الأعراض السريرية، بناخذ قصة عمل المريض، يمكن يكون مثل ما قلنا حياته، إذا عنده أمراض أخرى، إذا بياخذ أدوية، في عنده إصابات أخرى، وبنبدأ بعدين برضو نسأل أكثر على القلب ونفحص. إذا القصة السريرية والفحص، القلب، الدماغ، هل صار عنده من قبل حادث دماغي وعائي مؤقت أو سابق، عنده أي مشكلة في الكلية، عنده أي مشكلة في الشرايين أو الأوردي، عنده أي مشكلة في العين. ولا ننسى طبعاً بعد كل الهيستوري هاي إن نحن نحسب له الريسك، الريسك إنه يصاب بمرض قلبي. بتعرف أنت كلكم إنه نحن بنحسب ريسك هو 10 سنوات، يعني قديش نسبة حصول مرض قلبي عند هذا المريض خلال 10 سنوات القادمة. هاي كتير كتير مهمة، لأنه هلأ بنشوف حتى بالجداول تبع بدء العلاج أو تغيير العلاج، أو تعتمد على هذا الريسك. طبعاً إذا نحن المرض ما عنده أعراض كتير، ممكن يكون موجود ويتطور بشكل صامت، معناته في أي سن يبدأ المسح أو الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم. بالنسبة للإسينشال كتاب بين إيدينا، وكمان هذه الغايدلاين هني عم يقولوا according to the 2015 USPSTF و2017 اللي هي الغايدلاين احنا عم نقراها، الأمريكان كاردياك سوسايتي 2018، كمان الأوروبيان ريكومنديشن. تخيلوا كم عدة غايدلاينز أو جهات. المريض اللي ما عنده قصة من قبل أنه في عنده ارتفاع ضغط بعمر 18 سنة يفضل أنه ينعمل له سكرين، يعني ينفحص يتاخد. إذا 18 سنة أو أكبر لازم، إذا لقينا عمر 18 سنة قسنا له ضغطه، لقينا ضغطه ضمن الطبيعي مش إليفيتد، تحت الطبيعي، يعني ضمن الرقم الطبيعي اللي هو تحت 120، هذا المريض نقول له اطمن انت، ولكن يجب انك انت تعيد القياس الضغط كل سنه مره بعد سنه. اما الكبار يعني اما البالغين اللي عندهم خطوره اكثر، مثلا عندهم سمنه او عندهم قياس ضغط الدم بين 120 ل 129، نحن بتتذكروا هذا سميناه احنا اليفيتد، لازم ينفحصوا او يصير يعني يتعرضوا للسكرين مسح على الاقل مرتين في السنه، يعني طبيعي 18 سنة مرة في السنة. في أي إشكال آخر، في أي خطورة أخرى، الضغط دخل بالإليفيتد، معناته لازم يمسح مرتين في السنة كل 6 شهور. طيب هلا نحن بنعرف أنه في عنا ارتفاع ضغط دم أساسي، ارتفاع ضغط دم ثانوي. ارتفاع ضغط دم الأساسي بيكون ارتفاع ضغط الدم بدون ما نلاقي سبب مؤدي لهذا ارتفاع ضغط الدم، فبنسموه ارتفاع ضغط الدم أساسي. أما الارتفاع ضغط السم لأسباب الدم لأسباب ثانوية، فممكن يجي ويكون في أسباب أخرى مخبأة. هذا كتير مهم، هلأ لازم كمان نبحث عنه، لأنه كمان هذا تحدي لمريض طبيب الأسرة. هل بدي أقول للمريض أنت بس عندك ارتفاع ضغط الدم أساسي وتطمن، ولكن إحنا بنتابع وبدنا ندخل بالعلاجات غير الدوائية والعلاجات الدوائية إلى آخره، ونصنفك أي مرحلة ونتابعك، ولا لأ
لازم نعمل، بالذات نحن في بلدنا، يعني الاستقصاءات والتحاليل وهذه الاشياء ما هي رخيصه، وما في عندنا نحن موضوع التامين الموجود في دول الخليج او دول كثيره، فنحن لازم نكون دقيقين مع المريض، هل هو يحتاج انه نحن نعمل له مثلا تحاليل خاصه او استقصاءات خاصه بتدل انه في، بسبب انه نحن شاكين في مرض ثانوي مسبب المرض ارتفاع ضغط الدم ولا لا. طبعا احنا ممكن اشياء تخلينا نشك، يعني انه ممكن يكون في اعراض ارتفاع ضغط الدم ثانوي، طبعا الصداع الشديد، تعب ودوار، اذا كان نزيف من الانف، توتر، الام جسديه شديده، تعرق، تشوش الرؤيه، اضطرابات في النوم، توهج في الوجه، بقع نزفيه في العين، كل هذه الاشياء طبعا بالاضافه الى العمر، يعني عمر 30 سنه حددوه انه تحت 30 سنه اذا كان في ارتفاع ضغط الدم فغالبا، غالبا مش دائما، غالبا بيكون في سبب ثاني فلازم نبحث عنه. هلا فوق 30 سنه حطوا لنا هلا بمر معنا بيزك، يعني اشياء استقصاءات بيزك اساسيه نعملها، اذا لقيناها طبيعيه ممكن نحن نطمن نوعا ما انه هذا ارتفاع ضغط اساسي وليس ثانوي. ثانيا بنتابع مع المريض بمراقبه الضغط، سواء نحن بدأنا بعلاجات غير دوائية أو علاجات دوائية، بنضل نراقب المريض وبنشوف إذا كان ضغطه منضبط ونطمن أكثر، إذا كان الضغط غير منضبط أو ريزيستنت مقاوم لابد من نحن نرجع مرة ثانية ونبحث عن أسباب أخرى. طيب ارتفاع ضغط الدم فيه الاختلاطات، وهذه الاختلاطات يعني أساسية مهمة جداً، بيأثر على القلب، بيعمل ضخامة، قصور في القلب، تضيق الشرايين، بيأثر على الدماغ، كلياتنا بنعرف ممكن تكون تأثيرات حادة، يعني مثل نزيف داخل القحط أو احتشاء. الكلي بيعمل فيها أمراض مزمنة، ممكن قد يؤدي إلى قصور كلوي، والعين ممكن يصير فيها نزوف بسبب ارتفاع ضغط الدم. فالموضوع مهم جداً، وكثير مهم انه احنا اثناء حتى لما بنحكي مع المريض ونسقفه ونحكي له انه هذا ارتفاع ضغط الدم ما هو مرض بسيط، هو مرض اذا ما تم ضبطه ممكن يؤدي الى اختلاطات شديده سواء حاده او على المدى البعيد. طيب اذا ما هو الفرق الان بين ارتفاع ضغط الدم الطارئ والعاجل؟ الطارئ اللي هو emergency، العاجل اللي هو urgency. طبعا احنا شلون بدنا نحاول نفرق بيناتهم بالانجليزي؟ مثلا الطارئ emergency، احنا نقول غرفه الطوارئ emergency room، فالطارئ غالبا بده emergency room. الارجنسي هو عاجل ولكنه ليس طارئ، يعني يجب التدخل، يجب اخذ خطوه ما، ولكن لا يحتاج الى النقل الى المشفى غالبا. فاذا ارتفاع ضغط الدم الطارئ، اوكي، ارتفاع ضغط دم شديد مع وجود علامات لا اذيه اعضاء، اذيه اعضاء نحن بنسميها الاند اورجان دامج او اند اورجان فيلير. هلا انا يعني ترجمت فشل في الاجهزه، ما بعرف دكتور خلدون اذا بساعدني او دكتور محمد لانه ترجم الكتاب، هل في ترجمة دقيقة حرفية لهذه الـ end organ damage أو failure؟ دكتور خلدون صوتي مسموع؟ لا لأنه أنا كنت ميوت، معلش. عم تحكي وأنت ميوت، يعني ما مشكلة عادي. أنا بحكي لو ميوت إيه. لا بس كلام صحي دكتور، هو نفسه هو فشل الأعضاء يعني، أو فشل نهائي. يعني ما في مصطلح، خفت يكون في مصطلح. لا هذه صحيح. صحيح. يعني أنا بعتذر منكم والله إني أنا أكثر ما وجدت صعوبة بالمحاضرة هو الترجمة. نعم. أنا إحنا أول مثلا ما طلعنا، أنا أول ما بلش أدرس الطب الأسرة الدكتور خلدون بيعرف، درسنا الداخلية من الكارنت، نحنا من كتاب إنجليزي حتى نحسن لغتنا. وبعدين جيت اشتغلت في المملكة، فغالبا احنا متعامل بالانجليزي، انا ما لغتي واو يعني تحسبوا، لا تعبنا كتير كتير كتير، تعبنا على حالنا بالامتحانات هون لانه كان كل سنة في امتحان باللغة الانجليزية. ولكن بعد طول هالمدة سبحان الله، يعني انا زعلاني وسعيدة بنفس الوقت، زعلاني لان كتير خسرت مصطلحات عربية ما عاد عندي اياها، ولكني سعيدة الان لانه انتم عم ترجعوني يعني لهذه المصطلحات، فشكرا كتير.
بنرجع معناته ارتفاع ضغط الدم الطارئ، يكون المريض عنده أعراض، هذه الأعراض بتدل على أنه هناك في أزية بالأورجن، يعني إما في القلب أو في العين أو في الدماغ أو في الكلى. طبعاً أنتم مجرد أنه تحسوا يعني أنه هيك، معناته شو نحن بحاجة لماذا؟ لازم هذا المريض ينتقل مباشرة إلى فاسيليتي، يعني إلى قسم الطوارئ حتى يتم الاهتمام فيه وتنزيل ضغطه بشكل متخصص. أما الإرجنسي يعني هو عاجل، ولكن عم بيقولوا أنه هو سيفير هايبرتنشن، ارتفاع ضغط شديد، أسيمتوماتيك، المريض ما عنده أعراض، having no acute or target end organ failure، يعني ما عنده لا مشاكل على المدى الماضي مزمنة ولا حادي في أزية الأعضاء الطرفية. مثل ما قلنا الديستوليك is above 120 in this case، لازم يكون الديستوليك أكثر من 120. In this case, there is no demonstrated advantage for immediate lowering blood pressure. يعني إذا كان هيك ما في عنده أعراض وما في عنده أعراض أزية الأعضاء، ما في كتير ما كتير حيفرق إذا دخلت بشكل طارئ ونزلت له الضغط. ولكن أيضا ما لازم تهمل المريض، لازم تحطه وتراجع الأدوية اللي بياخدها إذا كان بياخد أدوية، تراجع مدى أخده حقيقة التزامه بالعلاج، بدك تراجع إذا في عنده أمراض ثانية مرافقة، بدك تراجع مثل ما قلنا إذا كان في عنده سبب ثانوي. فهو مهم. نحن عادة إذا أنتوا بتشوفوا كتاب الأكسفورد اللي نحن كنا دائما نحمله خلال دراستنا، نحطه بجيبتنا دائما، في عندك بسميه referral emergency to emergency أو referral urgency. urgency عادة بتكون within two weeks، خلال أسبوعين. طبعا هون حسب طبيب الأسرة، إذا هو كان قادر إنه يتعامل مع المريض وعنده خبرة في أدوية وأنواعه وملف هذا المريض، يمكن يكون هو خبير أكثر من أي طبيب آخر، فممكن يتعامل معه ويخفض له ضغطه وحتى يوصل للكنترول. ولكن ممكن إذا كانت الفاسيليتي تبعيته ما تسمح له، ما بيقدر يتابع المريض، فممكن يحوله، ولكن هذا التحويل مثلا الطبيب الداخلي أو القلبي أو ما بيستدعي طارئا الآن يروح الطوارئ، لا. ولكن غالبا الأرجنسي بتكون within two weeks، يعني كما ما بصير نتركه، يفضل أنك أنت تحاول تساعده قدر الإمكان حتى ما يتطور الموضوع عنده. طبعا النظرة سريعة أنتوا كلياتكم تعرفوه، بس هيك للتذكرة. طبعا شو بنعمل للمريض بعد ما ناخذ قصة؟ لازم لابد من نظرة عامة على المريض. سبحان الله، النظرة إذا تعودت دائما أنك أنت تنظر للمريض وتركز في بعض الأمور، بصير بعد عندك بعد فترة عندك مثل ما بنسميها الهنس، يعني أو إحنا بنسميها مثل حاسي، أو بتصير أنت عندك حاسي بيلفت نظرك بعض الأمور، يعني سواء مشية المريض، سواء البدانة المركزية، سواء خطوط موجودة على الجلد، سواء حركة أو رشفة الإيد، كل هذه الأمور كتير أحيانا بتاخدها من النظرة الأولى. نحن طبعا بالإيفيدنس، الطب المبني على البراهين، ما بناخد شيء هيك يعني والله من الأحاسيس أو المشاعر، ولكن هي بتعطيك نقاط بتحطها وبتبدأ تبحث عنها. قياس الضغط بطريقة دقيقة مثل ما حكينا، سواء لابد، طبعا احنا ما حنرجع، اكيد انتم عند كلكم عندكم فكره شروط قياس ضغط الدم المريض، انه يكون مرتاح، ما هو جاي مثلا راكض وطالع على الدرج، جاي لعندك على العياده بيلحق الموعد مثلا، او متقاتل مع مريض برا او مع الممرض، او منتظر فتره طويله فمعصب. كثير كثير هاي مهمه انه نحن قياس ضغط الدم يكون في بيئه هادي، يكون المريض مرتاح، ما نشارب اي دخان او منبهات خلال الساعتين الماضيين، رايح الحمام ما نو حابس بول، ما في شيء موتر. وهي كل الامور يعني انا بس عم بذكرها بسرعه متاكده انكم كلياتكم تعرفوها. اذا كان في الامكان وعندك خبره فحص قار العين، يفضل في الفحص المبدئي. اذا ما عندك، لابد انك انت، نحن بس سنة مرة غالبا بنعمل فحص قهر العين لمريض ارتفاع ضغط الدم. لابد ايضا ان احنا نفحص الرقبي، فحص الرقبي مهم كمان عشان نشوف الكاروتويد ونشوف الثايرويد ايضا، الغدة الدرقية. طبعا فحص القلب،
نحن بنعمل عاده يعني طبعا الفحص والاكزامينيشن، الفحص السريري هو اهم شيء، لكن ممكن اذا شكينا نعمل صوره صدر مثلا، نعمل شوف حجم القلب مهم كثير، فحص الرئتين، فحص البطن، نسمع هل في شيء بروتس يعني في شيء عند الشرايين الكلويه، في شيء صوت البروتس مر مش مرمر نسيت ترجمتها والله للأسف، هلا مسأل الدكتور المرجع تبعنا دكتور خلدون، هل في كتلة في البطن مثلا أو في الكلية، نشوف البالسس الفيمورال بالسس طبعا، إذا لقينا غايب كمان ممكن نتوجه، تعرفوا أنتوا تضيق برزخ الأبره وتضيق الأبخر الأبهر، طبعا لا ننسى الفحص العصبي، طبعا أنا ما بقول والله بهالحالة بدك تعمل فحص عصبي كامل إلا إذا طبعاً توجهت لقيت في مشكلة، أكيد يتوجب عليك فحص عصبي كامل، ولكن في عنا بعض الفحوصات العصبية كمان إن شاء الله نتطرق لها في وقتها، اللي هو فحص العصبي السريع اللي هو بيعطيك إشارات دلائل، يعني بدك تشوف يعني هل هو وعيه وإدراكه جيد ولا لا. طيب الحين بعد أنا عم أقول الحين طبعاً هذا سبحان الله من وحكي البيئة، المريض شخصه أنت ارتفاع ضغط الدم، عملت له مونيتورينج بالبيت، خليته يقيس، طلعت له المتوسط، عملت له أمبيولاتوري، حطيت له جهاز يراقب 24 ساعة إلى آخره، بأي وسيلة من الوسائل المذكورة في الجايدلاينز المختلفة، أنت تأكدت وجبت الأرقام هاي واستمع الجدول ولقيت أنه هو مريض ارتفاع ضغط الدم. هلأ هون عم بيقولوا لنا في شيء بنسميه الوايت كوت، الوايت كوت هاي بلد بريشر او الماسكد هاي بلد بريشر. طبعا هلا مثلا اجاك مريض في الاوفيس يعني في العياده ضغطه اكثر من 130 على 80 تمام، او بين 130 على 80 لل 160، هذا المريض انت شكيت انه هو يكون عنده ارتفاع ضغط الدم، فانت كل ما بيجي لعندك بتقيسه بتلاقيه بين 130 160، لكن غالبا هدول المرضى بتلاقيه انه هو كويس، وبقول لك انه انا مثلا بقيسه بالبيت بيكونوا كويس عاده، فانت لازم لابد بهذه الحاله قبل انت ما تقرر انك انت ترفع له العلاج او تغير له، لابد انك تعمل له مراقبه في المنزل، مراقبه في المنزل طبعا هذا شيء طبيعي لانه الوايت كوت هو في العياده غالبا، فنحن بدنا نعمل له مراقبه، اذا انت كان مريضك مشخصه في العياده تمام وبنفس الوقت لقيته انه ما عم ينضبط كمان في العياده، فلا بد انك تعمل له المراقبه اللي هو الدي تايم والهوم بلاد بريشر مونيتورينج. هلا اذا كان ارتفاع ضغط الدم حسب مراقبه المريض في البيت كان تحت ال 130 على 80، معناته نحن بنتاكد بنكون كيك متاكدين انه عنده وايت كوت هايبرتنشن يعني رهاب الثوب الابيض، فهذا بنخليه ما في مشكله ما نعمل له اي شيء، نخليه على اللايف ستايل موديفيكيشن لانه لاحظت انه هو تحت ال 130 على 80 لسه ما بيحتاج نبدا علاج دوائي، وبنعمل له ما بس بنخلي لايف ستايل، انتبهوا في عنده انيوال امبيولاتوري بلاد بريشر مونيتورينج، يعني سنويا لازم يعمل مراقبه ضغط سواء بالجهاز حطه 24 ساعه عندك مثلا في مكان تراقبه او في البيت حتى نشوف هل صار فيه تغير، هل صار فيه مثلا رجع ارتفاع الضغط او لا. اما اذا لقينا بالفعل ما الضغط ما 130 على 80 بالفعل حتى هو بالبيت حتى بالقياسات المختلفه عم يضل، معناته هذا مريض بالفعل لديه ارتفاع ضغط الدم، فلا بد انه نحن نبدا دواء لارتفاع ضغط الدم. هلا انتم بتلاقوا بالشريحه الثانيه مباشره، طب اذا كان المريض اوريدي على دواء كمان نفس الشيء، إذا عملت له مراقبة ولقيت ضغطه كويس في البيت فأنت بتخلي على نفس أدويته ونفس الخطة العلاجية. لو سمحتوا في أحد فاتح المايك بعد إذنكم في تشويش صغير. أما إذا لقيته بالفعل حتى هو ببيته وما في أثر للثوب الأبيض ولقيته مرتفع فأنت معناته لازم تدخل دواء ثاني، طبعا هلأ مشوف رفقا للجداول المحطوطة. طبعا مريض ضغطه 120 على 129 الى 129 والانبساطي اقل من 80،
طبعا هذا بتخليه انت على لايف ستايل هايبرتنشن الى اخره، ولكن هو عم بقول لك او بالدي تايم او بالمراقبه اللي في البيت عم يطلع 100 اكثر من 130 على 80. تصوروا انعكست الاي، مشان هيك سموه ماسكد، يعني لما بيجيك كانه حاطط قناع ما عم يأديك وجهه الحقيقي، بعكس الحاله الاولى. الحاله الاولى عندك في العياده عالي كثير لانه في عنده رهاب الصوب الابيض. الحالة الثانية بيجي لعندك يمكن بيكون مزبط حاله إلى آخره، ولكن في البيت هو دائما عم يكون ضغطه إذا قاسه مرتفع، فكمان هذا بتعمل له مرة ثانية مونيتورينج بالبيت، وبتجيب أنت القياسات وبتشوفها بأي وسيلة كانت مثل ما قلنا أمبيوتري ولا هوم بلاد بريشر مونيتورينج، وبتلاقيه إذا لقيته بالفعل كان مثل ما هو بالعيادة عندك كويس تحت 130 على 80 فبتخليه على اللايف ستايل بس، أو بتبدأ له ضب ضغط في حال كان أكثر. فنحن بس بدنا ننتبه من أثر الثوب الأبيض ومن الارتفاع ضغط الدم المقنع، يعني هو مش صحيح، هو عم يجي لعندك ضغطه مضبوط لكن هو ضغطه مش مضبوط، وهذا طبعا خطير. ليش؟ لأنه بيكون معظم حياته معظم أيامه ارتفاع ضغطه عالي، هو لما بيجي على العيادة بيقيس بيكون مرتاح ومطمن، فمعناته نحن حننتظر بعد فترة اختلاطات ارتفاع ضغط الدم. وللأسف كمان حتى لو كان بياخد دواء وهذا الدواء ما عمله كنترول، فهو بيكون مأمن انه عم ياخد دواء ولكن برضه هو ينتظر اختلاطه. هذه اللي انا حكيتها، قلنا اذا كان عنده مشكلة اذا هو بالأصل بياخد دواء تمام، بيجي عندك العيادة بتشوفه، لاحظوا المستطيل الأول، بدك تعرف هل هو عنده ارتفاع ضغط الدم الثوب الأبيض أو المقنع، فبتيجي بتقيس ضغطه، إذا هو لقيته عند الهدف تمام مثل ما أنت بدك تمام خلاص ممتاز هون، بس ما بنوقف هون. هذا المريض هو بالأصل ارتفاع مريض ضغط الدم وياخد دواء، فشو بدك تعمل له؟ حتى لو كان ارتفاع ضغط الدم سواء بالبيت أو بالعيادة عند الهدف، بدك تشوف تحسب له ال CVD ريسك، هل هو عنده خطر انه يصير عنده مشكلة في القلب خلال 10 سنين قادمة، او عنده target organ damage. عشان هيك انتوا بتلاقوا معظم مرضى الضغط خلال مرة في السنة نعمل لهم تحاليل دم، نعمل لهم تخطيط قلب، نرجع نفحصهم فحص جيد، بناخذ منهم قصة مرضية كل سنة. اللي عنده جداول مرضى الضغط يعني كملفات بنلاقي انه احنا بنسميها هي انيوال، في مربعات للانيوال سنويا لازم تنعمل هاي مشان نشوف. هذه مش شيء هيك عشوائي بس بنعبيه، لا، لانه هذا المريض ممكن يكون معرض للخطر. فهلا نحن عملنا له هاي السكرين، اذا كان بالفعل المريض عنده خطوره انه يصير عنده مشكله قلبيه او عنده مشكله بالأزي بالاعضاء، نعم يس سكرين فور ماسك اند كنترول هايبرتنشن. كيف انت مريضك اجاك على العياده ضغطه كويس واصل للجول مثل ما قلنا وهو عنده مشاكل، معناته انت لازم ترجع للاجراء الاول اللي حكيناه بالسلايد السابق وتقيسه، معناته هذا الرقم هذا اللي كويس عم يعطيك اياه في العياده هذا مقنع ما هو حقيقي، فبترجع مرة ثانية للسكرين. أما إذا لقيناه لا ما في خطورة أمراض قلبية، تخطيط قلب كويس، حجم القلب كويس، تحاليل كويسة، فهذا معناته بالفعل ضغطه منضبط ولا يحتاج إلى ليس لديه ماسك، يعني ما عنده ارتفاع ضغط دم مقنع. هلأ المريض بجاك في العيادة هو مريض ضغط وبياخد دواء ولكن ما نحقق الجول، ما نواصل للهدف اللي متوافق معه، يعني أكثر من 5 إلى 10 ميلي جرام، تخيل ميلي متر بقي فوق الهدف، أكثر من 3 مرات، يعني أكثر من 3 قياسات عندك بالعيادة أو في البيت المراقبة 3 مرات وهو عنده ارتفاع أكثر من 5 إلى 10 ميلي متر، صح؟ مظبوط. كل ما بيجي لعندك، عفوا هون بس في العيادة، كل ما بيجي لعندك بتلاقيه مرتفع، معناته دير بالك ليكون أثر الثوب الأبيض، بتعمل له متابعة وبتراقبه هذا الموضوع. يعني شايفين كيف زملائي الموضوع؟ يعني بصراحة أنا أول مرة قرأت الجايدلاين، يمكن كانت هاي الجايدلاين يمكن من سنتين، لا سنة الماضي والله، فأنا قلت يعني شو هال
الكثير يعني ثوب ابيض ومقنع ورجع عيش ورجع باكن، بعدين لما عدقت فيها وبعدين حاولت اني اطبقها يعني بالحياه العمليه على مرضاي، لقيت انه بالفعل في عنا كثير مرضى للاسف بيجوك بالعياده بتلاقي ضغط دمهم كويس، ولكن بعد فتره بتتفاجا انه هذا مريض صار عنده ارتشاء عضلي قلبي، هذا مريض اجته نوبه ارتفاع ضغط الدم عالي، جاء نزيف دماغي. فعشان نحن على الاقل نكون عاملين كل شيء بنقدر علينا ومتبعين الطب المبني على البراهين، هاي الدراسات هاي التي أقيمت وهاي الجايدلاين، إحنا كلياتنا بنعرف إنه هي حصيلة عدد كبير من الدراسات ودراسات مضبوطة جيدة الضبط يعني عالية الضبط. حتى إذا أنتوا عم بتلاحظوا بالسلايد بتلاقوا فيه تحت مثلاً كلاس 2B كلاس AB، هلأ بمر معنا كمان أرقام وأحرف، هاي كلياتها بتدل على دراسات، لأنه هاي الجايدلاين جامعة مجموعة كبيرة من الدراسات، مش بس دراسات عفوا يعني مستوى الإيفيدنس مستوى الدليل. هلأ متى من ممكن نفكر بارتفاع ضغط الدم سامة؟ إذا كان عندنا ارتفاع ضغط الدم معند عم نعطي علاجات ما عم يتحسن المريض، ما عم يستجيب أبدا للعلاج أو عم يتحسن شوي يرد يرجع، ارتفاع ضغط الدم شوي بيكون ممتاز فجأة بيعمل شوتينج بيطلع بشكل مفاجئ كتير، مثل ما قلنا عمر المريض أقل من 30 سنة، نوبة ارتفاع لضغط منضبط سابقاً، الضغط كان كويس لكن فجأة صار يرتفع، عدم تناسب بين ارتفاع ضغط الدم وفشل الأجهزة مثل ما حكينا، هذا المريض صح عنده ضغط لكن ضغطه منضبط إلى آخره، لكن أموره كل ما عم تدهور، ارتفاع ضغط دم متسارع أو خبيث، هلأ نحن بنشوف الخبيث بنحكي عنه إن شاء الله، ارتفاع ضغط الدم متسارع يعني هلأ كان مثلا 160 بعد شوي صار 180 بعد شوي متسارع accelerating. ارتفاع ضغط الدم الانبساطي لأول مرة بعمر 65 سنة أو أكبر، العمر مثل ما قلنا بالبداية العمر مهم بالنسبة لمريض الضغط، 30 بيدلنا على ارتفاع ضغط ثانوي يعني بنحط الاحتمال ببالنا، ومريض عمره 65 سنة كل هذا العمر ما كان عنده ارتفاع، فجأة لقينا ارتفاع ضغط الدم الانبساطي لأول مرة مرتفع بهذا العمر، كمان نفكر بسبب ثانوي. ارتفاع بوتاسيوم الدم بشكل شديد وغير محرض، يعني ما في سبب حرض أنه يرتفع بوتاسيوم الدم. طبعاً هاي كلياتها بالنسبة لابد إذن أنه نحن نعمل سكرينينج، لابد أنه نحن نعمل تحاليل أو نعمل استقصاءات نستبعد الأسباب الثانوية. طيب هون عنا في عنا شيء نسميه تشخيص وتدبير نوبة ارتفاع ضغط الدم الحاد. طبعا هون ارتفاع ضغط الدم الحاد كرايزز عم يقولوا لنا يكون السيستوليك بلاد بريشر أكثر من 180 والدايستوليك أكثر من 120، بس يكون عندك مريض السيستوليك أكثر من 180 والدايستوليك أكثر من 120 فهذا بسموه ارتفاع ضغط دم حاد كرايزس. في عند المريض تاركت أورجان دامج جديد، فجأة مثلا صارت بيلي دموية، صارت مشكلة في العيون في القلب إلى آخره، أو متطور ما هو نيو ما هو جديد، كان عنده مشكلة لكن فجأة سائد تطورت أو سائد، إذا كان نعم معناته هذا صار إمرجنسي مثل ما حكينا، هذا صار إمرجنسي لازم يروح الطوارئ للآي سي يو عشان يكون في أحد الأسباب، حاطين هون إيش الأسباب اللي ممكن تكون تسلق الأبهار، ممكن إذا كانت حامل يكون بري إكليمسيا أو كليمسيا في إرجاج، ممكن يكون في كروموسايتوما مرض القواتم نوبة حادة. إذا كان نعم مثل ما قالوا إذا لابد إنه نحنا ننزل ضغط الدم لل 140 خلال ساعة وبعدين لل 120 خلال، في حال كان نحن كنا شاكين بأنه في عنده تسلخ برزخ تسلخ الأبهر. طبعا أنا هون ما كتير عم بدي ركز وأحكي تفصيل، أنا بالنسبة إلي بهمني أنك أنت اكتشفت هذا المريض واكتشفت أنه هو عنده target organ damage، فأنت بدك تحوله لأنه أكيد الزملاء في الطوارئ حيشتغلوا فيه، إلا اللي منكم بيشتغلوا بالطوارئ فلا بد يعني أنه يدخلوا المنحة الثانية. إذا كان المريض ما عنده target organ damage وما عنده شيء ساء أو زاد، إذا هذا نحن متسميه marked elevated blood pressure، يعني ارتفاع ضغط الدم واضح ولكن ما هو مثل ما قلنا ما هو بيحتاج عناية مشددة، ولكن لازم نرجع نراجع موضوع الأدوية والعلاجات والالتزام فيها إضافة دواء جديد إلى آخره.
أنا هون كأني حاطة سلايدين ورا بعضهم. رجعنا مرة ثانية لأسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوي، ما حأدخل بالتفاصيل كتير، ولكن أنتوا إذا هلأ وأنتوا عم نحن عم نقرأ بنلاحظ أنه المشاكل الكلوية الأول أسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوي أمراض كلوية نسيجية وأمراض كلوية وعائية، يعني اثنيناتهم ممكن يوصلوا ل 34%. فنحن مشان هيك سبحان الله أول ما نشك بارتفاع ضغط الدم الثانوي لازم ننظر إلى وظائف الكلي ونعمل دوبلر للكلي ونعمل إيكو دوبلر للكلي. ليش؟ لأنه هدول بشكله رقم جيد جدا لا بأس فيه من المشاكل. طبعا الألدوسترون، الألدوسترون البرايمري ألدوسترون، نرجع نفس المشكلة، هو مرض انقطاع التنفس أثناء النوم كمان بيرفع الضغط، تخيلوا عند 25-50% من المرضى. الناس اللي بياخدوا بعض الأدوية كمان ممكن يكون، يعني أنت عندك مريض عم تعطيه ضغط، عم تراقب له الضغط وعم تعطيه علاج لكن ما عم يزبط، راجع حالك، هل أنت مقصر بأخذ القصة الدوائية؟ ممكن مريض عم ياخد نانستيرويدال، عم ياخد كتير بروفين مثلا، عم ياخد أدوية مثلا للاحتقان، أدوية نفسية لآخره. طبعا هون مثل ما قلنا ورم القواتم الفيوكروموسيتوما، طبعا هون بنشك فيه، انتو بتعرفوا لما بيكون في عندك، لما بيكون في عنا مثل بيكون الضغط جيد ومنضبط فجأة بيعمل شوتينج، بيرتفع نو بكرايسيس بعدين برد بيرجع طبيعي أو مضبوط على الأقل، برد مرة تانية شوتينج. فهذه النوب هي من ارتفاع ضغط الدم، طالع نازل ارتفاع ضغط الدم، بخلينا نفكر. طبعا بالنسبة بالإضافة للأعراض الأخرى، طبعا الجدول أنا ما حأدخل بالتفاصيل مثل ما قلنا، لأنه الجدول إذا بتحبه بنحكي يعني مثل ما بتكون، لأنه طبعا مو بس الضغط، أنت بيلفت نظرك الضغط ولكن بتلاقي فيه أشياء أخرى مترافقة تدلك على هذا المرض. يعني مثلا كلياتنا بنعرف كوشينج اللي هو المون فيس، بنعرف البدانة المركزية الأطراف الرفيعة، بالنسبة للفيوكروموسيتوما بنلاقي ممكن نلاقي نيوروثايبروما، نلاقي اللي هي البقع القهوة بحليب، ممكن نلاقي يصير مثل ما قلنا مرة عنده هايبرتنشن مرة عنده هايبوتنشن. طبعا وكل مرض من هاي الامراض مثل ما كنتم شايفين بالجدول بدنا بالمقابل نعمل استقصاء يثبت هذا التشخيص او ينفي. التضيق الابهر، الغده الدرقيه جدا مهمه، تتدخل بارتفاع ضغط الدم، تكون سبب ارتفاع ضغط الدم سواء كانت نشيطه او سواء كانت كسلانه، مشان هيك قلنا فحص الغده الدرقيه وعمل تحاليل دم. بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم كمان مهم لنفي مشاكل الغدة الدرقية، فرط تمسج الغدة الكظرية الخلقي، فرط إفراز القشريات السكرية الكورتيكورتيزون، فرط إفراز الألدوستيرون، ضخامة النهايات الأكروميجالي. طبعا هي كلها مشاكل بالغدة الكظرية أو بالغدة النخامية، فرط إفراز، نقص إفراز، كله بتأثر على الارتفاع ضغط الدم. فشايفين قديش نحن أنه نحن نقطة اكتشاف أصلاً أنه الضغط مرتفع، ونقطة التمييز أنه هذا المريض هل هو أساسي أو ثانوي قديش مهمين، لأنه ممكن تكون هي مفتاح لمجموعة كبيرة كتير من الأمراض تكتشفها أنت عن طريق. ولكن أنتوا بتلاحظوا بالجدول في أشياء مكتوبة رير رير رير، يعني لكن لابد أنه ممكن نفكر فيها إذا كان ارتفاع ضغط الدم ثانوي، في أسباب تخلينا نفكر أنه ثانوي، أو إذا كان ارتفاع ضغط الدم مثل ما قلنا ما معند لازم إحنا نفكر حتى في الرير. في عندنا بعض الأدوية لازم نستذكرها بسرعة اللي هي ممكن تسبب ارتفاع ضغط الدم، بخلينا نرجع لنشوف قديش مهم القصة السريرية الكاملة نحن لما ناخدها من المريض، وما ننسى أو ما نستحي أو نحس بخجل إنه نحن نسأله عن كل الأدوية بما فيها الكحول، بما فيها الأنفيتامين، بما فيها بعض الأدوية النفسية الأتيبيكال لا نوعية غالبا بترفع الضغط. طبعا الكافيين عادي نسأل عليه بسهولة، مضادات الاحتقان، هل هو بياخد بعض العلاجات العشبية، في أحد وصف له عشبي مشان مرض ما، مشان أحيانا السيدات مشان انقطاع الطمس بتاخد عشبي، أحيانا الرجال لأسباب معينة كمان بياخدوا عشاب.
هل المريض عنده أمراض مناعية بياخذ مثبطات مناعة؟ هل عنده أمراض مناعية وصلت لمرحلة العلاج بمثبطات تكون الأوعية الدموية الجديد؟ هل المريضة بتاخذ موانع حمل فموية؟ هل المريض بياخذ كورتيزونات جهازية؟ عنده أمراض عم خليه ياخذ كورتيزون؟ كل هذه ممكن تسبب له ارتفاع ضغط الدم. فلحد الآن في أي سؤال أو مشكلة؟ هل أنا عم عجل؟ تحبوا أني أدخل ديب أكثر؟ ولا جيد هيك؟ يعني أنا عم بعطيكم جزء من أجزاء أو مثل ما قلنا لمحة عن بكل موضوع قبل ما ندخل بالعلاج ومراحل العلاج. في أي سؤال؟ صوتي مسموع؟ ألو؟ ايوه دكتورة، دكتورة ما في اي مشكلة، الله يعطيك العافية. إذا حابب تفوت انت بتفاصيل ما في اي مشكلة يعني. طيب شو رأيك هني بدي اشوف شو رأيهم الشباب يعني؟ اي اي ما في مشكلة. إذا أنت حابة يعني بقصد إنه لأنه موضوع جميل جدا وسلايدات ما شاء الله مشغول عليها تماما. إذا أنت حابين بعدين يشتهروا شوي يراجعوها بكون أحسن برضو. نعم أنا حبيت إنه ما تكون المحاضرة يعني ما تكون محاضرة مملة اقرا لهم تفاصيل التفاصيل. وراح طبعا ابعث له المحاضره عشان تكون موجوده بين ايديهم مع الترجمه جنبها. طبعا الترجمه ما انا شامله برضه لانه كمان احنا لازم زي ما بتقول انت حضرتك دائما انه لازم نشتغل لانه الترجمه اللي بيقراها الانسان بشكل جاهز هي بتشكل جزء بسيط كثير من اللي بيحفظه الا اللي بيشتغل عليه هو اكثر بيشتغل عليه سواء بالبحث والترجمه او بالكلام انه هو بيحاول يعمل براكتس. هذا اللي بيبقى بباله. في شيء أسئلة؟ أنا ماني شايف ال معناها لما بنعمل شيرينج تقريبا الشاشة بتروح. دكتورة بالنسبة للتون البروت بروت هي اللغط. اللغط أيوة. تمام تمام شكرا شكرا عم تذكرني والله للأسف يعني والله كتير شيء مؤسف إني أخسر ال يعني نحن لغتنا سبحان الله رائعة بالوصف. نعم صحيح. الزملاء في شيء أي سؤال أو في تعليق أو شيء؟ يا ريت تشوفوا لي الشاشه لانه انا مثل ما قلت لكم بالشيرنج بضيع الدكتور محمد. الدكتور محمد شارك بالترجمه فبدي هو كمان شو رايه في الموضوع. دكتور محمد، محمد حريري دكتور خلدون. دكتور خد عفوا دكتور خلدون يعني احنا اعتمدنا انه قلتوا يعني انتوا القاكم افضل والمرجع هذا افضل اللي جايبه الدكتوره منه افضل المرجع. الضغط بي ومش وافي بالمرجع هذاك يعني ماخوذ بشكل مقتضب جدا في المرجع اللي احنا يعني قررتوه لطب الاسره. هذاك مرجع اكاديمي دكتور محمد، هاي جايد لاينز يعني هاي موجوده وموجود منها عده. هذاك مرجع اكاديمي. نعم الله يجزاك. بس ما في أي سؤال إن شاء الله إلى الآن. الله يعطيك العافية دكتورة. تفضلي حبيبتي تفضلي. دكتورة بس مشان فحص قعر العين يعني هلا نحن لما بيجي لعنا المريض وبعد ما نشوف الضغط ونشوف الاستقصاءات اللازمة فحص قعر العين اللي بتقصدي فيه إنه نفحص العين خارجيا ولا بالمنظار الخاص يعني؟ لا بالمنظار الخاص طبعاً. نعم بالمنظار الخاص. خارجيا تقريبا ما ممكن يظهر لك شيء. لكن فحص قعر العين بتشوفي هل هو صار فيه نحن شفته لما عم نكرر التارجت اورجان دامج يعني في اعضاء تارجت بنسميه اعضاء هدف. تارجت باللغه الانجليزيه يعني هدف كلياتنا بنعرف. اورجان دامج يعني في خلل او اصابات في اعضاء تارجت اعضاء هدفيه غالبا بيستهدفها ارتفاع ضغط الدم او ارتفاع السكر او اي مرض اخر. فمن التارجت اورجان دامج لارتفاع ضغط الدم هي العين الاوعيه الدمويه اللي في العين. طبعا لو راجعنا فحص قعر العين تبع ارتفاع ضغط الدم بنلاقي انه شلون بتصير الاوعيه الدمويه رقيقه والسلك النحاسي وحتى التصالب بين الاوعيه الدمويه بصير حاد غير هاي قبل مرحله النزوف. تمام. فاذا انت مالك قادره انا بتمنى يعني بتمنى نحن طبعا خلال الدراسات التدريب يعني بقدر ما قدرنا بقدر القدر اللي قدرنا عليه حاولنا نفحص قعر العين.
ولكن للأسف بصراحة نحن ما كان في حد عم يرجينا أو وجهنا، فكنا نعتمد أكثر على السلايدات، يعني نشوف سلايدات. لما نشوف كيس ننادي لبعضنا، تعالوا شوفوا تعالوا، لأنه أنتم بتعرفوا أنه كثير مهم إذا بدك تفحصي فحص دقيق أنه نعطي القطرة الموسعة للعين، فالمريض لازم يتحضر ويتجهز ويقعد مشان نحن نفحصه بشكل جيد. إذا كنا نحن حاسين حالنا ما لنا قدرانين، لا بأس، غالبا العيادات المزمنة في بعض الدول طبعا مهتمة في الرعاية الأولية أو في أي مكان ممكن ترسلي لطبيب عيون. إذا كنا نحن مثلا في منطقة مخدمة من قبل الدولة أو الحكومة أو الجهة المسؤولة وفي طبيب عيون، فلا بد يعني أنت حسيتي ما عندك الخبرة، أنا بنصحكم انه تروحي انت والمريض. كنا هذا اللي نعمل احنا بال اثناء الاقامه تبعنا، ناخذ مريض الضغط او مريض السكر ونروح عند طبيب العيون. احنا عاده نكون مقيمين مثل بعضنا البعض، نطلب بشكل ودي، يحطوا له قطره موسعه، يقعد المريض يجي الطبيب يفحصوه سواء استشاري او مثلا مقيم سنه رابع او شيء، ويبدا يشوف الفايندينجز الموجودات ويجي يقول لنا تعالوا شوفوا مثلا بالمنطقه الفلانيه. نبدا مره ولا مره ناخذ شوي، لكن أنا بقول لكم بصراحة إذا ما مارسنا، أنا بصراحة بالنسبة إليها لما بعتبر حالي كتير خبيرة بفحص قار العين، لأنه ما عندنا ممارسة. ليش؟ لأنه نحن عندنا الفاسيليتي تبعنا بالعيادة في فحص سنوي بتوعد المريض كل 6 شهور أو كل سنة فحص قار العين، فنحن ما صارت من ضمن الإجراءات، ما في عندنا قطرة التوسيع لهذا الموضوع. في بعض الأطباء بفحصوا بدون توسيع، ما بعرف يعني إذا هم بيقدروا بالفعل يشوفوا موجودات جي يعني كافي وافي. يعني طبيب الأسرة المفروض أنه يكون هو متميز، أنه هو المريض بالنسبة له شغلة مهمة، بيشوفه هو ككل، يعني ما بيشوف والله ارتفاع ضغط الدم وخلص وخد علاج ويلا روح البيت. لا، أنا بهمني المريض ككل، بهمني ما بس أضبط له ضغطه، بهمني أني أنا أبدا ما يتعرض على المدى البعيد لأي اختلاط بهذا الموضوع اللي أنا عم بشتغل عليه. فلاحظوا انتم هلا قديش كم مرض نحن درسنا هلا او مر معنا، وانت بس عم تشوفي ارتفاع ضغط الدم. فانت يعني قديش مهم، انت كشخص مهم جدا 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 باكتشاف في مرض عند المريض مخبى ومستقبل المريض بين ايدينا. واضح دكتورة؟ عفوا دكتورة، كانه دكتورة صبا بدها تسال سؤال لانه بعثت لي على الشات. تفضل دكتورة. ايه دكتور خلدون، لا خلص مش الحال، الله يعطيكم العافية. طيب تمام، يعني اذا في شيء تفضلي دكتورة، ما عندي انا اي مشكلة، واذا دعت خلقكم بوقف والله ما عندي مشكلة. لا دكتورة الله يعطيك العافية، تابعي ميت. اهلا وسهلا. طيب بسم الله. طيب هلا نحن بدنا نحكي على العلاجات. احنا دائما 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 لما عملنا الزمالة البريطانية عندنا شيء مهم وأساسي اسمه العلاج غير الدوائي. يعني بس نحن ندخل بالمانجمنت لازم يكون أول خط هو العلاج غير الدوائي. فأنا كطبيبة أسرة ما لازم أقذف الكلام بشكل عشوائي، يعني حافظة 1 2 3 نزل وزنك خفف ملح وكذا وهيك وخلص امشي. لا، لازم أكون أنا عارفة، لأنه أنا لما بدي أحكي كلام بدي يكون هذا كلام موثق، والمريض بدي أحكي معه وأقنعه كمان، هذا نقطة كتير مهمة، وحسسه قديش أهمية هالموضوع. يعني مثلا أنت لما تقول للمريضة أنت عندك زيادة وزن، وهذا الزيادة أكيد مؤكد إنه هي معامل خطورة تبع ارتفاع ضغط الدم، وأنت أثبتت الدراسات الجديدة إنه كل ما نزلت 1 كيلوغرام من وزنك راح ينزل عندك الضغط 1 ملليمتر ملليمتر زئبقي. يعني مثلا تعطيه مثال، تمام، اذا انت اعطيته هذا الكلام، تمام، يعني هون تخيلوا عم يقولوا لنا انه كل 1 كيلوغرام عند مريض الضغط او ممكن ينزل 1 كيلوغرام 1 ملليمتر زئبقي بضغط. تخيلوا يعني لو نزل 10 كيلو بينزل 10، يعني بيكون هو بالكاتيجوري تبع العلاج، ممكن ينزل الكاتيجوري اللي هو بس علاج لايف ستايل، بس العلاج غير الدوائي، ممكن حتى الدواء كلياته يتوقف. يعني احنا شفنا مرضى الحقيقه اشتغلوا على انفسهم ووقفت العلاجات. فانت لما هيك بتحكي للمريض، تخيلوا حتى المريض اللي هو نورمو تنشن
جدول السطر الأول تلاقوا فيه hypertension، يعني مريض عنده hypertension في حال نزل وزنه ممكن ينزل 50 مليمتر زئبقي، والمريض اللي عنده normal حتى ممكن ينزل من 2 ل 3. هذا المريض النورمال لما أنا بنزله من 2 ل 3 معناته أنا عملت له حماية للمستقبل. الهيلثي دايت في حال المريض اتبع الهيلثي دايت اللي هي هون حاطين داش واللي تكلم عليها الدكتور خلدون مرة الماضي بمحاضرة السكر، اللي هي الحمية الغنية بالفواكه والخضار والحبوب الكاملة مع لو فات مع دهون قليلة جدا بالحمية، الدهون المشبعة إلى آخره، هاي كلياتها إذا اعتمدت ممكن تنزل مريض الضغط حتى 11 مليمتر زئبقي ينزل ضغطه. المريض العادي اللي ضغطه عادي ممكن تنزل حتى 3، يعني كمان تعمل له حماية بروتكتور. تخفيف أخذ الملح الصوديوم في الطعام طبعا بشكل عام هو ممكن نقبل بواحد ونص ميلي جرام باليوم، ولكن أفضل شيء الجول تبعنا الهدف إن المريض يوصل لألف ميلي جرام باليوم، يعني واحد جرام ألف ميلي جرام باليوم ينزل الصوديوم، وبالمقابل يكتر البرودكت أو المنتجات اللي فيها بوتاسيوم، يعني ما بروح يجيب بوتاسيوم وياخده، لا لازم تكون المواد اللي فيها بوتاسيوم، يعني الأكل اللي فيه بوتاسيوم تعرف موجود بالصوديوم، موجود بالموز، موجود بالطماطم، موجود بالملفوف، موجود بكثير من المكسرات، إن هو يعتمد عليها يشوف قديش هذه فيها نسبة بوتاسيوم وحاول يوصل ل 3500 إلى 5000 ميلي جرام باليوم. هلا نحن في عنا شيء اسمه لايف ستايل موديفيكيشن، لايف ستايل موديفيكيشن كلينيك، هاي كتير بتساعد المريض، يعني ما بس نحن ممكن نقول له خفف وزنك، اعمل حمية داش، خفف الصوديوم، هذا لا، حني ممكن حتى بالتعاون مع أخصائية التغذية يعلموه يشرحوا له كيف بده يحسب هيك، كيف بده يحسب انه الاكل تبعه ما يتجاوز 1000 ميلي جرام، كيف بده يحاول ياخذ 3500 الى 5000، بيحسبوا له بالتفصيل. هذا كتير مهم، ولاحظوا بالجدول اللي جنب انه الارقام كلها كل هذه الاشياء بتنزل. طيب المريض قال لك انا ما عم بقدر اعمل حميه، تقولي له في عندك ممكن تعمل رياضه، الحركه الايروبيك قديش ممكن يحسن، هي 90 الايروبيك 90 ل 150 دقيقه بالاسبوع، بحيث انه يرتفع الهارت ريت تبع القلب اكثر من 65 ل 75%. إذا قدر يحقق هذا الشيء ممكن ينزل ضغطه من 5 إلى 8 مليمتر زئبقي. الدايناميك الإيزومتريك، الدايناميك والإيزومتريك، الدايناميك بيكون فيه دايناميك يعني حركي، الإيزومتريك تعرفوا أنتم في بعض التمارين الرياضية بتعتمد على التوتر، بتعتمد على الشد، العضلي المفصل ما بيتحرك، العضلي هي اللي بتنشد، فهي كمان بتنزل 5 مليمتر زئبقي. كمان هاي طبعا إن شاء الله ما يعني بمجتمعات غير مجتمعاتنا، ولكن كمان احنا في بعض الناس في مجتمعاتنا مبتلات بتناول الكحول، فهو المريض لازم يعرف انه هذا الموضوع مهم وبيأثر عليه، بالذات احنا بموضوعنا ارتفاع ضغط الدم، فهني بالنسبة لهم بيقولوا للمريض لازم يكون اقل من 2 كوب في اليوم، عندهم هني حتى يعني حتى عندهم الاكواب المقياسية يعني معروف قديش، فبقولوا له هذا لازم يكون أقل من 2 باليوم بالنسبة للرجال، وأقل أو يساوي 1 في اليوم بالنسبة للنساء. فهذا بشكل عام. نحن هلأ كأطباء خلاص نحن كان صار عنا ثقة، نحن بنعرف تخفيض الوزن قديش ممكن ننزل الضغط، الحمية الغذائية الصحيحة قديش ممكن تنزل الضغط. فأنت هيك إذا قعدت شرحت لمريضك وبشيء موثق علميا، أنت بتكون ضميرك مرتاح أنك أنت بالفعل عطيته الأشياء الموثقة علميا، والمريض أكثر بيقتنع. طيب بعد ما أنا حاولت أني أعطي يعني العلاجات غير الدوائية، كمان هون بدي أعرف شو الأشياء اللي أنا لازم أطلب له، فهني عم يحطوا هون مقسمين الاستقصاءات لبيزك أساسية وأوبشنال، يعني ممكن تعملها ممكن ما تعملها، ممكن تأخرها، ممكن أنت تأخذ القرار حسب موجودات عندك. البيزك السكر الصايم، سي بي سي، الدهون، الكرياتينين طبعاً وتحسب تصفية الكلية، الصوديوم كثير مهم، والبوتاسيوم والكالسيوم والغدة الدرقية، تحليل بول وإي سي جي تخطيط قلب.
هذه اللي معتبرينها أساسية. وانتوا لاحظوا لو نحن تقريبا تبعناها حتى قسم كبير من السيكندري من الثانوي ممكن نحن نستبعده أو نكتشفه. هلأ بيجي عنا الإيكوكارديوغرام. إذا أنت حسيت إن في مشكلة قلبية بالفحص القصة الأعراض فممكن تطلب إيكو. اليوريك أسيد كمان إذا حسيت في أشياء يعني مثلا المريض عم يشتكي من شكوى مثل آلام مفصلية إلى آخره ممكن تطلب اليوريك أسيد. يوريناري ألبومين تو كرياتينين ريشيو، ألبومين كرياتينين ريشيو هذا بتعطيك فكرة عن سلامة الكلى أو هل هي دخلت في بداية يعني أزية ولا لا، هذا كتير مهم. طيب هلا أنا عندي مريض بدي أعرف هذا المريض ما بس مريض ضغط، بدي أشوف إذا عنده مشاكل أخرى، بدي أشوف عن أي حد أو عتبي أنا بدي أعتبره مريض ضغط وشو هو الهدف تبعي اللي أنا بدي أنزل له إياه. كثير مهم، هذا مهم على فكرة وسهل بنفس الوقت. هلا نحن إذا أجينا قرينا الجدول من اليسار بلشنا الكلينيكال كونديشن الحالات المرضية جنرال بشكل عام وسبيسيفيك بشكل خاص. الجنرال في عنا المريض هذا عنده أمراض قلبية، أصلا هو مريض قلبي الآن أو عنده خطورة نحن عدنا حسبنا له. تعرفوا أنتم كلياتكم أكيد مقياس حساب الخطورة الـ ASCVD حسبنا له إياها أن طلعت أكثر من 10%، هو معناته إما يكون مريض قلبي أو خطورته أكثر من 10%. تمام، إذا كان ضغطه 130/80 أو أكثر فهو مريض ضغط threshold، خلاص هذا العتبي تبعه لازم نبدأ له علاج فيها، ما بس مريض ضغط لازم نبدأ له علاج فيها. طيب شو الهدف؟ لشو ما نوصل لتحت 130/80؟ عند الرقم 2 no clinical، ما في أمراض قلبية وما في عنده خطورة، خطورة تبعه أقل من 10. هون صار معنا فضاء أكثر، ما منقول هذا مريض ضغط لازم نتدخل نبدأ العلاج إلا لل 140/90، 140/90، لكن كمان الهدف تحت 130/80. هلا أنا خليني برجع بعدين بقرأ لكم اليسار الأمراض والكوموربيدي إلى آخره. اطلعوا لي على الأرقام بالجدول عشان انتم تحفظوها، كله تقريبا 130/80، معظمه 130/80 معظم اللي هو الثريشولد. ثريشولد يعني العتبي، عتبه الضغط. تمام، ما عدا تخيلوا اذا ما عنده مرض قلبي ولا عنده ريسك مسموح لل 140/90، واذا عنده سيكندري ستروك بريفنشن تحت السطر ما قبل الاخير سيكندري ستروك بريفنشن، يعني هو بالأصل كان عنده ستروك وهلأ عم بعمله سيكندري يعني عم دير بالي عليه أو أعمله وقاية حتى ما يصير عنده مرة ثانية. تخيل فقط هاي الحالتين مسموح أن يكون 140/90، كل الحالات البقية كلها 130/80 أكثر أو يساوي، وكل الحالات بما فيها الستروك وما فيها المريض الطبيعي اللي ما عنده مشاكل قلبية كل الهدف تبعي كلياته لازم ينزل تحت 130/80، يعني لازم اقبل بالإليفيتد يعني بداية ارتفاع ضغط الدم اللي هو تحت 130/80. أتمنى أنه هيك يكون كتير سهل، بس عنا دول النقطتين. هلأ الاسبسفيك كونديشن مشان هيك أو اللي قبل الجنرال أولدر بيرسون مريض كبير أكثر من 65 سنة. تمام، كمان حاطين 130. بعض الحالات الخاصة مثل مريض سكر، أمراض كلية مزمنة، مريض كلية مزمن مع زرع كلية بعد زرع الكلية، قصور قلب، مرض ذبحة صدرية أو مرض قلبي وعائي مستقر، مشاكل وعائية محيطية. كل هدول المرضى العتبي تبعنا غالباً 130/80 إلا بالحالتين ذكرناهم. كل هدول المرضى تبعنا الهدف تبعنا أن يكون تحت 130/80. هلا تقريبا هذا تقريبا نفس الحكي اللي نحن حكيناه، أنا ما كتير حوقفكم عليه، لكن هون بس إذا يعني بدنا نشوف فقط الفرق إيمت نحن بدنا نرجع نراجع المريض
يعني هو تقريبا هون فوق حاطط لنا نفس الارقام اوكي، ولكن تحت بالمخطط الثالث بتلاقوا انه في مريض اللون البرتقاني المستطيل رجع فحصه بعد سنه، في مريض اللي هو عنده elevated blood pressure ممكن تبدا فيه بنون فارماكولوجي يعني الاشياء الغير الدوائيه وترجع تعيد تقييمه بعد 3 الى 6 شهور، وفي مريض انت عطيته دواء وفي مريض ما عطيته دواء، اللي عطيته دواء بترجع بتقيسه بعد شهر، واللي ما عطيته دواء بترجع بتتابعه بعد 3 الى 6 شهور. يعني كل مريض في له سكي او خط او خطه علاجيه خاصه فيه. فنحن اذا حطينا هذه الصوره الذهنيه في بالنا وعرفنا هذا مريضك وين في اي كاتيجوري نازل، هل هو اصلا مريض ضغط، هل حطيته مريض ضغط، هل انت قسته منيح، هل هذا يحتاج اصلا علاج، طب اذا يحتاج علاج علاج دوائي ولا لا دوائي، طيب اذا علاج لا دوائي ايمت بدي ارجع تابعه، ايمت بدي اراجعك دكتور، ايمت بدنا نراجعك. فهاي الاسئله كلها نحن بتكون كثير واضحه في بالنا، بالاضافه كل مره بنلاقي المريض ان كنترول لازم نسال على هل انت ملتزم بالعلاج، هل انت عم تاخده، السؤال لازم يكون كثير ودي، اذا كان المريض ما عم ياخذ العلاج كثير ضروري نعرف ليش ما عم تاخذ العلاج، هل هي معتقدات، هل هي اراء شخصيه، هل هي لانه نحن بشكل عام اذا كان المريض ما هو مقتنع وما شاركنا بوضع القرار ما حيتابع، ما حياخذ، ما حيعمل شيء، فالجهود كلها حتروح سدى. طيب خلص انا قررت والمريض حكيت وشرحت له وهو خلص صار لازم ياخذ النون فارماكولوجي ما انا نافعه، لازم اداله علاج دوائي، وانا كلمته هو خلص انا وياه مقتنعين هو لازم يبدا علاج دوائي. طبعا شو بدي ابدا؟ اول نحن كلياتنا بنعرف انه غالبا بدنا نبدا الاي سي اي انهبيتور او بنبدا فيه كخط اول. هلا بالنايس جايد لاين حلوه اكثر من حاطين اذا كان فوق ال 50 سنه واذا كان تحت ال 50 سنه، تحت المريض اللي تحت ال 50 سنه مباشره بنبدا له اي سي اي انهبيتور او الاربس بنبدا له اياها كخط اول، اذا كان فوق ال 50 سنه ممكن نبدا الكالسيوم شانل بلوكر. هلا سواء هذا المريض او هذا اللي بديت له او ما بديت له، اذا كان ما ضبط الضغط طبعا في متابعه، في فكرة بعدين بنحكي اللي هي المتابعة، ممكن مباشرة نضيفهم لبعضهم. يعني إذا بدينا بالACA inhibitor أو الARBs نضيف كالسيوم channel، وإذا بدينا بالكالسيوم channel ممكن نضيف ACA inhibitor ومنتابع المريض. طبعا نايس جايدلاين بتقول إنه ما في شيء اسمه قيم مريض قبل 4 أسابيع على الأقل، 4 أسابيع بيراقب فيها ضغطه. نايس جايدلاين بتقول مرتين في الأسبوع، بعض النايس جايدلاين الأخيرة بتقول مرتين في اليوم أول فترة لحتى ينضبط، بعدين مرتين في الأسبوع. بيجيب لك هذا إذا كان عم يعمل هوم أمبيولاتوري، عم يعمل هوم يعني مراقبة في البيت، وبعدين أنت بتقرر كأنه هل هو كنترول ولا ما كنترول. إذا كنترول خلاص تمام ممتاز بتتابع، إذا ما هو أن كنترول مثل ما قلنا بتناقش هل هو عم ياخذ الدواء بالفعل، بتشوف اذا كان في اسباب اخرى يعني عم تخلي ان كنترول، لا تمام اموره تمام ما هيك ان كنترول، ممكن بعدين تدخل له الدايوريتكس. الدايوريتكس اللي هي المدرات، واللي نحن بنبدا بالسايزايد كخط اول، سايزايد او شبيه السايزايد، كمان نحن حيمر معنا الادويه بالتفصيل. تمام، يعني نحن ممكن نقول الاي للاي سي اي انهبيتور، السي للكالسيوم شانل، الدي للدايوريتك، فممكن نعطي A أو C، بعدين ممكن نعطي A A A plus C، وبعدين ممكن نعطي A plus C plus D مع الدايوريتكس 3. هلا لما بصير في عنا 3 عم ياخذون، فهذا غالبا بيعتبروه resistant hypertension يعني هو مقاوم، فهون عم بقول انك انت ممكن تضيف السبرينولاكتون، ممكن تضيف البيتا بلوكر في بعض الحالات بالذات اذا كان في مشاكل قلبيه بتمشي مع استخدام البيتا بلوكر مثل الهارت فيلير والانجينا والاخره، ولكن غالبا يعني غالبا نحن كاطباء اسره لما نوصل للثلاثه وبكون المريض بالفعل جيد ويعني عم ياخذ ادويته وعم يحاول يتابع اللايف ستايل بشكل جيد وما كنترول،
يعني في رأي إنه نحن نحوله للاستشاري أو نحاول نبحث عن secondary cause. طبعاً لاحظوا هون في ملاحظة في مستطيل تحت كاتبين الانخفاض reduction in EGFR بتصفية الكلية وارتفاع بالسيرم كرياتينين متوقع عند المرضى اللي عندهم chronic kidney disease who receive blood pressure lowering therapy. يعني بشكل عام إذا كان مرضى عندهم أمراض كلية مزمنة وبياخذوا أدوية بتخفض لهم الضغط فمتوقع أنك أنت تصفية الكلية ينزل والكرياتينين يرتفع بالذات إذا كان عم يتعالج بالACA inhibitor أو الأربس فإنه هذا متوقع. لكن ارتفاع بالسيرم كرياتينين أكثر من 30% لازم معناته هذا المريض لازم يعطينا مثل warning أو red flag إنه هذا المريض لابد من تقييمه ممكن يكون في عنده مشكلة كلوية وعائية مشكلة مرض كلوي وعائي فهذا لازم كمان ننتبه له. طيب هلأ إذا جينا لأدوية ارتفاع ضغط الدم كمان رح أوقف هون شوي في أي سؤال؟ يعني إما المحاضرة ما مفيدة بنوبيا إما الشرح كتير وافي إذا ما في أسئلة. يعطيك العافية دكتورة والله ممتاز جدا بس بعرف إنه بالنسبة للشباب إذا كان لساتهم صحيانين مشان يركزوا على اللي هون أهم شيء الأدوية وتداخلاتها وأثارها الجانبية. نعم بصراحة نعم. أنا كنت برأيي بصراحة إنه أعمل محاضرة خاصة أنا هلأ ما بعرف. حتى أنا هلأ حقول ممكن أقوله بسرعة لكني أنا ماني مقتنع إنه بهاي العجالة عرفت علي كيف نعم. إحنا ممكن نلحق كل التفاصيل يعني نعم لأنه هذا هون نعم إيه مثل ما قلت هون مربط الفرس لأنه هو مريضك أيوة. إيه مع إنه كمان الجزء الأول يجب أن إنه ما نستهين فيه ما طبعاً سكرينينج ويبين إنه الأرجنت أيوة ممتاز وأنا بالفعل شخص وبالفعل أعرف إيه متى هو كنترول وأن كنترول وبالفعل انتبه إذا كان في سيكندري ولا ما في سيكندري يعني هاي المواضيع جداً جداً مهمة فشو رأيكم؟ نعمل تصويت؟ إيه بدون خجل ما عندي مانع أنا ما عندي أي مشكلة أبداً ممكن نحنا نخلي لأنه على فكرة في بعدها هلأ هي أدوية ارتفاع ضغط الدم سريعة لأنه أنا في عندي بعدين حالات خاصة يعني ارتفاع ضغط الدم مع قصور قلب نعم. قصور قلب معاوض السلام عليكم عليكم السلام تفضل دكتورة إذا أدوية وحالات سريرية وهيك أنا بفضل بصراحة أنه تكون يعني بجزء الثاني ممكن يعني منه ممكن مصحصحين أكثر ويكون هيك بعشرين يعني بالأدوية فورا خلاص ما عندي مشكلة ممكن نعمل المحاضرة الثانية نتوسع فيها في الأدوية وأعطيكم أنا مجهزة حالات خاصة يعني مش حالة سريرية لكن مثلا بدي أعطيك مثلا مريض عنده ارتفاع ضغط الدم مع قصور قلب شو الأشياء مثلا في شيء في عليه إيفيدنس ما بصير تعطيه أبدا في شيء يفضل أنك تعطيه مثلا نحن اللي بنعرفه متذكرين دائما ارتفاع ضغط الدم عن مرضى السكري إنه كلياتنا بنعطيه ACE inhibitor أو ARBs تمام يعني هاي بنعرفها لكن مثلا مريض ضغط الدم عند نقص تروي مستقر مريض ضغط الدم عند مرض كلي عنده مرض كلي مزمن مريض ضغط الدم عنده نزف دماغي حاد الآن أقل من 6 ساعات مريض ضغط الدم عنده حادث دماغي وعائي خسري ستروك فهي كلياتها طبعا حالات بدها وقفة حقيقة فشو رأيكم ممكن أنا ما عندي مانع نوقف تمام دكتورة تمام لهيك عم أقول إنه إذا منبلش فيها بجزء ثاني يعني إنه هي حالات حلوة بصراحة كتير وبدها التركيز يعني نعم. ففضل إنه قسم ثاني والله يجزيك خير يا رب المحاضرة رائعة جدا الله يعطيك العافية حبيباتي دكتور خلدون شو رأيك بالبوش تمام أنا ما عندي أي مشكلة بالنسبة إذا إلون أنا هيك برأيي لأنه خاصة إنه صار هذا الموضوع هون بدأ مثل ما أقول إنه المفاتيح إذا عرفوا المفاتيح خلاص بيعرفوا يعملوا أي شيء ثاني تمام يعني يصير حلق مناقشة الحالات تصير أسهل السيناريوهات للقصص السريرية تصير أهون تمام برأيي إنه نعطيه جزء ثاني بس ما بعرف دكتور محمد ما مشارك معنا بدنا نشوف شو نعم دكتور معكم تماما يعني بس دكتور يعني دكتور. يعني لأن دكتور أنا حضرت من المرجع هذاك مختلفة في اختلافات شوي هون أوسع وأدق التصنيف
اثنين امور هذه ذكرتها الدكتوره على نسبه الكرياتين وكذا، يعني هناك مشروط المحاضره كلها سرد ولا معرض نهائيا على الادويه، حتى اني صورت الصفحه الاخيره بالمحاضره بالانجليزي وذكرت 7-8 نقاط للادويه مش مذكوره نهائي، يعني مذكوره الاربع فئات المدرات والحصلات الكلس والاربس والاسي اي، فقط مذكور بالادويه بالجدول فقط هذول، يعني ولا هم ذاكرين شيء عن ادويه الضغط المحاضره. ما استغربت اني ليش، مع انه معتبرينه اذا انتم شفتوا الفهرس تبع الكتاب يعني حاطين مجموعه امراض، حاطين فاميلي ميديسن اذا انتبهتوا، فمن ضمن الفاميلي ميديسن حاطين اول تشابتر هايبرتنشن، يعني اذا معتبرينه هو هذا المرض لنا تحديدا فلازم يكون حقيقه في توسع اكثر نهاية دكتورة. يعني على كل الأحوال دكتور محمد نحن لازم نتعلم، الحقيقة نحن هذا اللي تعلمناه إنه أنت ما حتلاقي العلم كله بمكان واحد. دكتورة أنا يعني حكيت مرة عفوا إنه الأفضل محاضرة الضغط وأدويته وتأثيرات جانبية مثلا حاصلات بالت نهائي مذاكرها نهائيا، ولا هو ولا لأنه معتبره دكتور، لأنه معتبره إنه هي سقطت تقريبا بالجايدلاين الجديد النايس، يعني نزلوه لتحت. تتذكروا أنتم كان في عنا شيء اسمه ABC، يعني البي بتا بلوكر كانت بنعطيها يعني، او اي سي بي بعدين عملوها الحين بعدين اخر جايد لاين اظن بال2007 او هيك شيء نزلوه على الاخير لتحت، صارت اي سي دي، فيمكن مشان هيك نزلوها. بس طبعا لا طبيب الاسره، لانه مثل ما شفنا هلا في مرضى اصلا بياخذوا بيتا بلوكر، بيجوك بياخذوا بيتا بلوكر هني، يعني سواء كان مشان الضغط او ما مشان الضغط، فانت بدك تعرف هل بدك تقدر تضيف دواء معاها ولا لا، تفضل تضيفه ولا لا. نعم. ايه فلازم ايه طبعا ضروري كثير. بعدين في سايد ايفكت لازم تنتبه انه هاي سايد ايفكت. نحن الحقيقة بالزمالة البريطانية ما كان يجينا مريض ضغط الدم سترايت فورورد، يعني والله شخص ولا لا. غالب 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 المرضى مريض عنده مشكلة مرض ثاني، فانت بدك تحط له دواء مشان تنتبه للتداخلات، او مريضة بياخد دواء عنده سايد ايفكت، عنده مشكلة بسبب المرض الدواء. نعم. شلون حتكتشف وشلون حتغير العلاج؟ دكتور محمد، دكتور محمد بالنسبة للمرجع اللي أنا كنت حتى اللي بلش فيه بموضوع السكر، هذا هو أصلاً اسمه essential، اسمه أساسيات طب الأسرة، يعني ما هو عبارة عن textbook of family medicine، يعني هذا اللي أنت مثل ما تقول إنه أول الوجبة بتاكلها، بعدين شوي شوي بتروح تاكل التفاصيل، يعني تفوت على التفاصيل اللي بدك اياها، يعني مثل ما هو بتقول لك، يعني بتبدا فيه وبعدين بتدور على الشيء الناقصك من المعلومات مثل ما قالت الدكتوره. يعني هلا الدكتوره الله يجزيها الخير مجهز لكم الجداول، بس هذا مثلا التفاصيل وحتى مثلا الجرعات وكذا، لانه هي لاحظت وقت راجعت النص انه ضروري ينضاف هيك معلومات، يعني مشكوره جدا الله يجزيها الخير، ما اعتمدت عليك كما لحاله فقط، بس برضو رجعت للمراجع الإضافية. بس إنه إذا أنت حابب لإلك كمجال عملك ولك فعلا عم تشوف حالات كتير للضغط، ومثلا مثل ما قالت الدكتورة إنه أنت عم تتابع وشوف التداخلات وشغلك في الطوارئ، لا أكيد لازم يكون تفصيل، يعني المعلومات التفصيلية لازم يكون عندك أكثر. إذا أنت إذا عندك قاعد بعيادة الأمراض المزمنة وانت من A to Z عم تتابع المريض اللي بتاع الضغط، طبعا لازم تعمل تعرف كل التفاصيل وتتابع الأدوية اللي عم تتطور كل يوم ومشاركات وإيمت تنعطى. نعم بناء على كلام دكتور خلدون ما حأبدأ أنا العلاج، بس لأعطيكم مثال حتى يلفت نظركم. يمكن شوفوا بالمدرات بالسايزايد، أوكي نحن أول ما نقول سايزايد بيخطر لبعضنا هيدروكلورسايزايد تمام، أو الاندابامايد تمام. لاحظوا بالجدول هذا هلأ حاططته، أول واحد كلور ثاليدون، هلأ طلع الكلور ثاليدون فوق الكل سبقون، ومكتوب بالكومنتس بالملاحظات preferred based on prolonged half-life and proven trial reduction of CVD، يعني يفضل لأنه نصف حياته طويل، يعني المريض بيقدر ياخذ حبه وحده بكفيه، وحتى بيقولوا اكثر من 24 ساعه بيحميه، ولقوا انه في عنده بروفن يعني مثبت انقاص الامراض القلبيه الوعائيه، يعني المريض اللي بيستخدمه بيكون عنده حمايه عاليه ضد امراض القلبيه الوعائيه. فمشان هيك يعني الموضوع بده
قراءه وبده متابعه. يعني احنا كمان ما حندخل ديب، يعني انا ما حقولكم، ما حادخل معكم بكل دواء شلون بيشتغل الا الاساسي الاساسي، ما حندخل فيزيولوجي وكذا، ولكن كثير مهم نعرف الجرعات، نعرف اين الدواء اللي تقدم واين الودا الدواء اللي تراجع، ونشوف مثلا شوفوا بالكومنتس كمان في شغله كثير حلوه كاتب لك مونيتور فور هايبوناتريميا اند هايبوكاليميا، يعني مريضك بياخذ الثيازيد معناته انت لازم تعمل له فحص دوري للنيتريت والبوتاسيوم يوريك اسيد الكالسيوم. استخدمه بحذر مع المرضى اللي عندهم acute gout، تعرفه لأنه هو بينزل الجاوت، يعني عفوا بينزل لما بيعمل الإدرار وبيرتفع التركيز اليوريك أسيد في الدم، وممكن يصير نوبة جاوت. تمام، يعني فهي الأشياء إذا راجعناها سوا بتوقع إنه إن شاء الله بتثبت، أو على الأقل بنحط نوت هيك مع جنب. وشو رأيكم؟ صح؟ تمام دكتور، تمام تمام دكتور. نعم، الله يعافيك دكتور، الله يعافيكم. طب معناته هون حنوقف عند الأدوية. طبعا أنا الحين بتمنى أنه أنتوا بس، يعني أنا حبيت حط لكم الأسئلة، طبعا هاي أسئلة بسيطة اللي أنا حطيتها جدا جدا أنا عارفة، ولكن بس أنتوا مشان تعملوا هيك يعني عصف ذهني مثل ما نقول، نتذكر شوي الموضوع نشوف حالنا. في أسئلة بسيطة أحيانا أنا بنسئلها بالعيادة، يعني بزعل إذا ما عندي جواب لإلها، عرفت على كيف؟ مثل ما حكينا، يعني هل الحمية بتنزل أكثر ولا تخفيف الوزن ولا ولا، ترى بيكون أشياء مهمة للمريض ونحن ما نعرفها، وبدنا نخلص من عقلية. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، تفضل. جزاك الله خير، إنه كان عندي مشكلة والله بالنت ما عم ينسمع، هلا فتح مزبوط معي. دكتور خلدون السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفت حضرتك الله. بس مين عم يتكلم معي؟ أنا الدكتور علي. دكتور روان، اهلا وسهلا يا دكتور علي. انا كنت اقول انه كان في ثوره بالادويه، خصوصا ادويه الضغط اخر فتره، يعني اخر 10 سنين كان في ثوره كثير بالادويه. نعم صحيح. ونحن نحن بالانسيدي اخر شيء اعتمدنا على WHO بصراحه، يعني هن صاروا يوفرون ادويه وصاروا يحطون لنا الخيارات، يعني مثل نحن الخيار الاول تعرفي متباطئ الانجستين، يعني انبريل، يعني صرنا نعتمد على بروتوكولات WHO. نعم تمام. نعم نعم. هي بس انا بحب اقول لك انه WHO تقريبا هي مش مؤسسه ما بتعمل ابحاث. نعم نعم. WHO بتاخذ من هدول يعني المؤسسات اللي بيعملوا جايد لاينز، تمام، ولكن WHO يعني ميزتها وحلاوتها انه هي بتعتمد كل بيئه، يعني نعم. بتعتمد البيئه اللي بدها تتعامل معاها، عرفت علي كيف؟ ممكن تكون بيئه نعم. مثلا ما فيها الامكانيات، بيئه، عرفت علي كيف؟ نعم. اي فهذا هذا شيء جيد، انا برايي هذا طب الواقع كثير ضروري كثير مهم، يعني مشان توفير الدواء ورخص الدواء، يعني تمام. ويعتبر يعني نعم، يعني اهم شيء يكون الدواء متوفر عندنا وسعره رخيص، والتاثير الجانبي يعني سايد افكت يكون يعني ما له تاثير يعني يذكر بصراحه. يعني بصراحه دكتور اهم شيء انت، اهم شيء حد ادنى البيزك الادويه اللي انت بتتعامل معاها لازم تكون حافظ جرعاته والسايد افكت تبعه والتدخلات تبعه. فانت لما بالعكس لما انت بتكون ادويتك محدوده والمجتمع كله، يعني مو بس في دكتور تاني غيرك، فهذا بخفف شوي العبء، بس ما بي يعني ما بيمنع انه انت تتعرف على بقيه الادويه. طبعا انا معك تماما، انا معك تماما. نعم نحن بنشتغل عبر نعم دكتوره نعم بنشتغل عبر بروتوكولات تقريبا نحن صرنا هلا. طيب طالما هيك ممكن انا اسالك سؤال، شو الفرق اللي لقيته بين الجايدلاين هاي تبع الامريكان كارديولوجي وبين ال WHO؟ اذا انت لاحظت فروق في شيء، فرق حتى الان من البدايه الى الان؟ لا هو بس الخيارات، كان الخيارات بالبدايه بالادويه. نعم بالادويه تمام. نعم نعم. الله يعطيكم العافيه، جزاك الله خيرا دكتوره. شكرا كثير. انا بس بعطي بس ملاحظه اخيره قبل ما اقول لكم السلام عليكم، انه ارجوكم ما تنسوا موضوع العلاجات غير الدوائية، وما تنسوا موضوع التعامل مع المريض بإشراكه بوضع خطة العلاج وموافقته عليها، والتأكد أن المريض مقتنع، يعني هذا ترى جزء كبير 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 من العلاج، لأنك إذا أنت كنت طبيب كتير دارس الأدوية كمان مع ضرورته وأهميته وعطيته والمريض ما أخذه، يعني أكيد أنت ما حتستفيد شيء. الله يعطيكم العافية، يلا السلام عليكم. لا اله الا الله، يعطيك العافيه. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا.